الحارس يلعبها في وسط الميدان مع رفيق ونص تاديه، رجعت له مره ثانيه وضعت من هناك، تسترجع عن طريق فيليبي ميلو يلعبها في الوسط مع ديدي دروكبا، والانطلاقه لصالح نادي جالاتا سراي، دروكبا ثنائيه ممتازه مع رفيق وينان، اينان ويلموز، الهدف جول جول، يلموز يفتح مجال التسجيل للاتراك بروعه، يا له من هدف ايدين يلموز، اول هدف فريق جالاتا سراي بالبراعه والروعه. المساء ديدي دروكبا مررها، هو الهدف الاول لصالح الفريق التركي جالاتا سراي ببراعه، بوراك يلماز يسجل.